انطلاق أكبر مهرجان للأكل والطبخ بمهرجان العالمين الجديدة. عشاق الأكل والطبخ النهاردة كانوا على ميعاد مع انطلاق مهرجان بايتس باي دي سي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. المهرجان بيضم مفاجآت ومسابقات وأنشطة كتير بتنظمها قناة سفرة بالتعاون مع كايرو بايتس. تفاصيل أكتر تعالوا دلوقتي نعرفها من كريم بيبرز واللي موجود دلوقتي معانا من قلب العالمين الجديدة على الهواء. يا مساء الفل عليك يا كريم. مساء الفل يا بسنت ومساء الفل على جميع السادة المشاهدين. فعلا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ما توقفتش، لكن هي تميزها وتفردها واختلافها المرة دي هو اللي عامل فعلا بصمة مختلفة. كنت بتكلمي من شوية على بايتس باي ذا سي ومهرجان الفود فيستيفال او الاكل اللي موجود في اليو ارينا. انا فعلا موجود هنا من الساعه 5 والاستعدادات الخاصه بمهرجان بايتس باي ذا سي، الحقيقه ان هو كان اسمه كايرو بايتس، ولكن عشان موجود في مهرجان العالمين الجديده هنا على الشط فخلوه بايتس باي ذا سي. الحقيقه انه التعاون كبير وهو الاساس اللي منظماه سي بي سي سفره ومعاها بايتس باي ذا سي، وطبعا بتسهيلات وجزء كبير جدا من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي وفرت المكان هنا والاستعدادات الخاصه بايتس باي ذا سي. الحقيقه ان احنا شفنا كل يعني الطباخين المشهورين المعروفين والشيفس اللي موجودين من مصر ومن خارج مصر، وتحديدا الشيفس اللي موجودين في سي بي سي سفره وعرضوا انواع مختلفة وكثيرة جدا من الأكل، معظمها طبعا معجنات وحاجات موجودة هنا لبنانية مغربية مصرية، لكن كان دايما فكرة المعجنات اللي موجودة هي حتى لو كانت مغربية أو لبنانية أو غيرها لكن محطوط فيها الطابع المصري. الحقيقة إن احنا كمان كان في يعني مسابقات موجودة داخل بايتس باي ذا سي وموجودة بالفعل لسه واحنا شغالين دلوقتي، عملوا مسابقات للطبخ، فوازير للطبخ، يعني مثلا أكلة معينة لو عارفين مقاديرها، حاجات معينة ممكن الجمهور نفسه الجماهير نفسها طلعت على الستيج اللي ورايا ده وشاركوا مع بعض مين يعمل أسرع أكلة وتطلع الريسبي مظبوطة بالظبط. يعني كان في مسابقة اللي يعمل أحسن تومية، كان في مسابقة اللي يعمل صلصة الكشري، كان في طبق كشري كبير جدا موجود اتعمل الحقيقة، لكن المميز كمان إنه الحقيقة اللي كان بيكسب المسابقة أو كان بيكسب نوع الأكلة أو الطبخة اللي اتعملت بياخد جايزة النهاردة من الشركات المختلفة، إما نادي بقى كيتشن ماشين أو لعب للأطفال او حتى ادوات اللي هي الطبخ العاديه اللي موجوده في المطبخ. كان في عدد من الجوائز ولسه لحد دلوقتي واحنا بنتكلم الحقيقه بيتم توزيع الجوائز على المتسابقين اللي بيخشوا يتسابقوا، بيبقى في سؤال تفاعلي مع الجمهور اللي موجود، اللي بيجاوب على السؤال بيطلع على الستيج، حد تاني بيجاوب على السؤال بيطلع على الستيج، بيخشوا في منافسه بينه وبين بعض في الطبخ في حد ذاته، وبيشوفوا كمان الطبخ ده طلع حلو ولا لا، الوصفات مظبوطه ولا لا. كل الكلام ده الحقيقه موجود في بايتس باي ذا سي وده مستمر لسه الحقيقه لحد الساعه 10 و11 بالليل، لكن الحقيقه مميز هو الاقبال، الناس جت مخصوص الحقيقه علشان بايتس باي ذا سي اللي موجود هنا في مهرجان العالمين الجديده. شفنا الحقيقه اكلات من لبنان، شفنا حاجات من المغرب، من مصر، من ايطاليا، لكن كمان الحقيقه كان انواع مختلفه، يعني كان في الاكل الحادق، كان في الاكل الحلو، البسكوت الحلو. يمكن الشيف ناريمان هنو الحقيقه من اشهر الشيفس اللي بيعملوا البسكوت، وكانت قريب عامله ابراج العالمين الجديده بالبسكوت بالكامل. النهارده كمان كانت عامله اشكال ثانيه بالبسكوت وكان في اقبال عليها كبير جدا جدا جدا. الحقيقه ان الشيف شربيني موجود، عدد كبير جدا من الشيفس اللي موجودين في سي بي سفره موجودين النهارده وتفاعلوا مع الناس واتكلمت مع الناس. الحقيقه قلت لهم ايه رايكم في المهرجان بايتس باي ذا سي عامه على هامش مهرجان العالمين الجديده؟ كان يعني الناس اللي متعوده تتفرج على الاكلات على التلفزيون كانوا مبسوطين قوي ان هم جم بنفسهم شاركوا الطباخين المهمين بالنسبه لهم واللي بيحبوا يتفرجوا عليهم دايما، شافوهم بعينيهم، اتكلموا معاهم، قالوا لهم ارائهم ايه في اكلهم، عبروا عن مدى اعجابهم بيهم، وكان في تفاعل كبير جدا من الشيفس اللي موجودين والطباخين مع الجماهير الحقيقه اللي جت موجوده جت تحضر مخصوص بايتس باي ذا سي. وكمان شفنا شباب كانوا جايين عشان يحضروا الحفله النهارده لمسار اجباري ولحمزه نمره، وده تقريبا في نفس اليو ارينا. الحقيقه ان هم جم وعدوا على المهرجان وعدوا على الاكلات المختلفه وابدوا اعجابهم بالاكلات المختلفه، وكان في طبعا ناس اللي نال اعجابهم بالاكل المصري، في ناس ما كانتش معجبه قوي بالاكل الاجنبي، في ناس يعني تميز الحقيقه واختلاف
الاذواق، يعني ده اللي كان موجود النهارده. واكتر حاجه كانت باسطه الناس فعلا هو التفاعل والدخول في المسابقات والاكل في نفس الوقت. لكن الفعاليات الحقيقه ما اقتصرتش بس على بايت باي ذا سي، يمكن من اهمها كان بايت باي ذا سي، لكن كمان النهارده كان انطلاق موتور ويك. موتور ويك كان جزء مهم جدا من انطلاق الفعاليات الخاصه بسباق السيارات في مدينه العالمين الجديده. سباق للسيارات كان موجود الحقيقه في منطقه النورث سكوير، عربيات معدله، عربيات زي ما هي. الحقيقه كان يعني مهرجان قوي جدا ورالي قوي جدا للسباق والدريفتنج. وكمان الحقيقه انه كان مختلف الفئات العمريه، كان في كمان الحقيقه جزء من السيارات الصغيره اللي موجوده مع الاطفال اللي كانوا موجودين في مهرجان العالمين الجديده النهارده، وكانوا جزء من جزء الشو للتعرفه بالعربيات الصغيره وفكره السباق للاطفال الصغيرين. فكانت فرصه في مهرجان العالمين الجديده ان هم يروجوا للعبه دي، بقت موجوده خلاص او السباق ده ما موجود بالفعل في مصر. كمان الحقيقه من اهم الفعاليات اللي كانت موجوده النهارده هو مهرجان نبته. مهرجان نبته تم افتتاحه امبارح بالليل، لكن الجميل جدا كان مشاركه الاهالي مع الاطفال. جم دخلوا مهرجان نبته. مهرجان نبته بيوفر اماكن ترفيهيه وثقافيه في نفس الوقت للاطفال. كان في اماكن للعب الكره، لعب الباسكت للاطفال الصغيرين، كان فيها حاجات ترفيهيه زي الاكس او، الرسم، التلوين. كان في كمان الحقيقه المسرح اللي موجود في نبته، مسرحيات موجوده للاطفال، مسرحياتها ليها هدف سامي، مش مجرد مسرحيات للكوميديا والضحك، ولكن ده موجود طبعا كوميديا وضحك، لكن مش مقتصر بس على ده، لكن الحقيقه والكوميديا وفي نفس الوقت بيزرع يعني مبادئ الروح الوطنيه وزرع الوطنيه في نفوس الاطفال. لكن كمان اللي كان جميل قوي لما اتكلمت مع الاهالي وفكره ان الاهالي قدروا ان هم يشاركوا اطفالهم الحقيقه مع بعض النشاطات المختلفه، ان هم موجودين، الاهالي بينزلوا البحر مبسوطين بالعالمين الجديده، بيتمشوا على الكورنيش، لكن لما لقوا حاجه مخصصه للاطفال ويقدروا يشاركوها فيهم، دي كانت اجمل حاجه موجوده النهارده. ودي طبعا كانت نبذه صغيره كده عن الفعاليات الموجوده في مهرجان العالمين الجديده. شكرا ليك يا كريم، ويعني فعاليات دايما متنوعه ومختلفه، لكن لو هتكلم على بايتس باي ذا سي بالتحديد يعني فعجبني قوي الاختلاف اللي موجود وفكره مهرجان الطبخ بشكل عام. في ناس كتيره قوي ودول كتيره قوي مشهوره بالنوع ده من المهرجانات والسياحه، في سياح بيحبوا يزوروا بعض البلاد عشان النوع ده من المسابقات والمهرجانات. بشكرك يا كريم مره ثانيه.